النهارده بنحتفل بصدور موافقه الهيئه العامه للرقابه الماليه على اول صندوق استثمار في المعادن النفيسه، والشركات التي تقدمت للحصول على هذه الرخصه او تاسيس هذا الصندوق اسست هذا الصندوق لعمليه الاستثمار في الذهب. اهميه هذا الصندوق ان هو بيمكن جموع المستثمرين بارقام استثماريه صغيره ان هو يقدر يعمل عمليه الادخار في هذه الصناديق من خلال اليه مؤمنه بقدر الاستطاعه. وايضا صدر عن الهيئه العامه للرقابه الماليه القواعد التنظيميه المختلفه اللي سواء نظمت عمليه الشركات التي بتخزن الذهب او بتقدر انها تحتفظ به، وايضا الشركات اللي بيتعامل معها مدير الاستثمار اللي هو واخد الرخصه من الهيئه العامه للرقابه الماليه في شراء وبيع الذهب بناء على الاسعار الناتجه عن المصافي المعتمده بالنسبه للذهب في جمهوريه مصر العربيه. احنا النهارده خلينا الذهب بقى اداه ماليه تقدر تشتري دهب، وفي نفس الوقت مش شايل كل اللوجيستكس والهم بتاع كل الحاجات المخاطر اللي حواليه، فتحول لأداة مالية، تحول لكشف حساب، تقدر ان انت يبقى كون جزء من المدخرات او المحفظة الاستثمارية لكل بني آدم. وعاملين الوثيقة ب10 جنيه عشان عايزين نشجع ولادنا والمستثمر الصغير ان هو يبتدي يستثمر من اول 10 جنيه. يبقى احنا كده بنسهل للناس سبل الاستثمار. كل ده والأهم من كل ده ان كل ده بيتم في اطار تنظيمي وتشريعي تحت الرقابة العامة، الهيئة العامة للرقابة المالية.